الحفظ زينب ولهب الأمة غدا. بالنسبة لوقفة اليوم هي وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية حي حساني 5 أبريل التي تنسجم وفق التصور الوطني المعلن عنه أي إضراب وطني خلال 5 و6 و7 و8 أبريل. الشكل اليوم هو أولا تنديدا يعني بما يعرف بالتأهيل المهني وتنديدا بالاستدعاءات التي تعرض لها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد داخل مديرية حي الحساني لما يعرف بالتأهيل المهني الذي نرفضه يعني جملة وتفصيلا. لماذا نرفضه؟ باعتباره مدخلا أساسيا لتقنين التعاقد وهو أيضا عدم التزام الوزارة الوصية بحواراتها مع التنسيقية. هذه الحوارات خلصت إلى نقطة أساسية هو تأجيل هذا يعني التأهيل المهني إلى غاية إيجاد حل نهائي للملف، إلا أننا نتفاجأ يعني بأن مديرية الحي الحساني كاستثناء داخل جهة الدار البيضاء سطات تقوم باستدعاءات متتالية للأساتذة وأيضا استفزازات في شخصي يعني تحفيزات للأساتذة من أجل اجتياز هذا التأهيل المهني. وهناك فرق يعني ما بين التأهيل المهني والكفاءة المهنية. الكفاءة المهنية يعني يجتازها الأساتذة المرسمون يعني في وزارة التربية الوطنية، أما التأهيل المهني تم فرضه على الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، لذلك نحن نرفض التأهيل المهني باعتباره تقنينا للتعاقد وبالتالي نتشبث بشكل مباشر بحقنا العادل والمشروع طبقا للفصل 31 الدستور المغربي والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفقط. ورفضنا الجماعي بالنسبة لهذا الوقفة جات في السياق الدعوة إلى مقاطعة التأهيل المهني والتي كانت خرجت به مديريات الحي الحسني بالخصوص يعني أكاديمية بشكل عام، أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات والمديرية الحي الحسني، المديرية الإقليمية للحي الحسني بشكل خاص، والتي دعت الأساتذة إلى اجتياز التأهيل المهني. طبعاً الحال التأهيل المهني اللي هو مرفوض عند الأساتذة بالبت والمطلق لأنه بطبيعة الحال يدعون بأنه سيكون من أجل ترصيم الأساتذة، في حين أن هذه مجرد دعاءات باطلة يعني لا أساس لها من الصحة، يعني الهدف منها هو شرعنة التعاقد. بالنسبة للوقفة ديال الغداء يعني كاين إنزال وطني وإنزال وطني في مدينة الرباط، بعد غد كذلك سيستمر إلى بعد غد، وهو كذلك جاء في سياق البرنامج النضالي الذي دعت له التنسيقية الوطنية في المجلس الوطني الأخير، وجاء بطبيعة الحال كرد على الهجوم ديال الدولة على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهو خطوة تصعيدية بطبيعة الحال والتي قابلة كذلك إلى المزيد من التصعيد. وأحيي جميع في الأخير أحيي جميع الأساتذة على صمودهم وتحية نضالية لكم.